في منطقة الشفة أين تقدم الطبيعة مغرياتها في ديكور جبلي مميز تمتزج فيه الغابات الكثيفة والوديان العميقة، لوحة فنية بامتياز. هي مشاهد حصرية رصدتها كاميرا النهار من السماء، أين طبعت العصرنة لمستها عبر مشروع ضخم، وهو طريق السيار شمال جنوب الذي يربط منطقة الشفة بالبرواجية مروراً بالحمدانية، بها منشآت فنية وأنفاق. الطريق الوطني رقم 1 طريق سيار جبلي يمر عبر منطقة جغرافية صعبة تم تجاوز صعوبتها باستخدام تكنولوجيات عالية لإنجاز الطريق وإنشاء جسور عملاقة محمولة على أعمدة عالية. جسور عملاقة ومنعرجات تطل على مناظر خلابة تنسيك متاعب السفر في مشروع كله تحديات بمنطقة جبلية صعبة التضاريس. سيدخل حيز الخدمة في المستقبل القريب ليقرب ولاية المدية بالعاصمة، وليساهم أيضاً في التنمية الاقتصادية للمناطق التي يعبرها هذا المحور من الطريق.